بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده عن الفينوس درينج والليمفاتيك درينج اوف ذا بالات او سقف البق. ما احنا اتفقنا مع بعض انه الهارد بالات او سقف البق اللي انا بقى المفروض ان انا بتكلم عنه في الفيديوهات بتاعتي بيبقى موجود تقريبا في المنطقه ديت ما بين النيزل كافيتي وما بين الاورال كافيتي. وهنتكلم بقى عن الفينوس درينج. يمكن اهم حاجه في الفينوس درينج هو مجموعه البلكسس اللي اخذناها كتير قبل كده اللي هي التريجويد فينوس بلكسس، وقلنا ان هي مجموعه اورده بتبقى موجوده عند اللاترال تريجويد بليت، عشان كده بنسميها تريجويد فينوس بلكسس، وبتبقى موجوده عند الايه اللاترال والميديال تريجويد ماسلز اللي هم العضلتين اللي احنا اخذناهم في الماسلز اوف ماستيكيشن. وهنا هنجد ادي التريجويد فينوس بلكسس، وهنجد ان هي بتصب في الاخر في الماكسيلاري فين. الماكسيلاري فين اللي هو بيبدا ان هو يصب بعد كده في الفين اللي تحتيه اللي هو بنسميه الريترو مانديبولار فين، او الفين الواقع ورا المانديبول، عشان كده بنسميه ريترو مانديبولار. وان الريترو مانديبولار فين بيبدا ينقسم الى انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن، وانه الانتيرو ديفيجن بيرجع ينتهي في الاخر في الانترنال جاجولار فين اللي هو الوريد ده اللي هو الوريد اللي تحت زي ما احنا شايفين كده. ادي المنظر، اخدنا الكلام ده كله قبل كده بس هو بنراجع. يبقى الريترو مانديبولار فين بيدي انتيرو ديفيجن، والانتيرو ديفيجن لو مشينا معاها هنبص نلاقيه بينتهي في الفين الكبير اللي هو موجود ورا الخرطوم الكبير اللي هو الانترنال جاجولار فين. بينما الريترو مانديبولار فين زي ما قلنا بيدي انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن، البوستيرو ديفيجن بقى بينتهي في الاكسترنال جاجولار فين. يمكن دي رسمه عبقريه تانية بتوضح برضو مساله الفينوس درينج بتاع البلد. زي ما احنا شايفين ادي البلد او سقف البق، وهتلاقيه بيقول لك هنا الفينوس درينج فروم بلت او التصريف الوريدي بتاع منطقه الايه البلد. هنجد انه الاورده او الدم الوريدي بيبقى ماشي هنا زي ما احنا شايفين، وبيطلع زي ما احنا شايفين كده عشان ينتهي في الاخر في الايه التريجويد فينوس بلكسس. طبعا هو قبل ما بيوصل للتريجويد فينوس بلكسس برضو بيمشي في الاول في الماكسيلاري فين. يبقى انا عندي لو جينا بصينا كده على الاورده هنجد ان هو بيبقى موجود هنا في فينز او في اورده بتبقى موجوده في البلت، وبعدين هذه الاورده بترجع تصب في الماكسيلاري فين اللي هو الوريد ده، وطبعا اللي هو برضو بيبقى معاه الايه التريجويد فينوس ايه بلكسس. وطبعا الترجويد فينوس بلكسس زي ما قلنا بتبدا ان هي تصب في النهايه في الريترو مانديبولار فين. الريترو مانديبولار فين اللي احد يعني البرانشات بتاعته اللي هو الانتيرو ديفيجن بيرجع ينتهي في الاخر في الخرطوم الكبير اللي هو اسمه الانترنال جاجولار فين. في الحقيقه الفرق ما بين الرسمه دي والصوره والرسمه اللي فاتت ان هو هنا في الرسمه دي ما بيقسمش الريترو مانديبولار فين وما بيديش انتيرو ديفيجن وبوستير ديفيجن، انما هو بينهي على طول الريترو مانديبولار فين بيرجع ينهي بشكل مباشر في الانترنال جاجولار فين. وهي فاريشنز يعني في رسومات او في صور تلاقي فيها الريترو مانديبولار فين مقسوم لانتيرو ديفيجن وبوستير ديفيجن زي ما احنا متعودين، او ممكن تيجي رسمه بالايه زي بالمنظر ده زي اللي احنا شايفينه نجد ان الريترو مانديبولار فين بينتهي في الانترنال جاجولار فين مباشره. ومن الحاجات المثيره للاهتمام هنا هو الليمفاتيك درينج. هنا بيقول لك انه الليمف فروم ذا بلت او السائل الليمفاوي اللي بيبقى جاي من عند البلت بينتهي في مجموعه من الليمف نود تسمى الديب سيرفايكال ليمف نود. طبعا سميت سيرفايكال ليمف نود لان هي موجوده في العنق، وسميت ديب لان هي موجوده في العمق وموجوده على جوانب الانترنال جاجولار فين. هذا الفين اللي هو بيبقى موجود برضه في الايه في العمق. هنعرف او عرفنا قبل كده ان في فين تاني اسمه الاكسترنال جاجولار فين، وهذا الفين بيبقى على جوانبه ليمف نود بنسميها السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود. يبقى انا كده عند الانترنال جاجولار فين الاقي مين؟ الاقي الديب سيرفايكال ليمف نود، بينما على الاكسترنال جاجولار فين الاقي السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود. ما علينا، اللي عايزك تعرفه هنا انه الليمف او سائل الليمفاوي اللي بيبقى جاي من عند الهارد بلت بينتهي في الايه الديب سيرفايكال ليمف نودز. برضه هنا على الناحيه الثانيه هنجد نفس المنظر، ادي الايه الهارد بلت اهو، وبيوضح لك الليمفاتيك درينج هو ماشي بالسهم الاخضر ده عشان ينتهي في مجموعه الليمف نود اللي احنا بنسميها الديب سيرفايكال ليمف نود. طبعا الديب سيرفايكال ليمف نود بتستقبل الليمفاتيك درينج من عدد او من مجموعه ليمفاويات ثانيه زي السبمنتال ليمف نود والسب مانديبولار ليمف نود، لكن ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا الليمفاتيك درينج بتاع منطقه الايه البلت، وهنجد ان هي بتنتهي في الايه الديب سيرفايكال ليمف نود. في برضه رسمه مثيره للاهتمام جدا اللي هي بتعبر هنا جايب لك هنا سهم وبيقول لك ان هنا في مجموعه ليمف نود بنسميها الريترو فارينجيال. كلمه ريترو فارينجيال يعني طبعا زي ما احنا شايفين ده الفارينكس، ده هنا السوبيرو كونستريكتور ماسل والميدل كونستريكتور ماسل والفارينكس، فهنا الفارينكس، ففي مجموعه ليمف نود هنا بنسميها الريترو فارينجيال يعني موجوده ورا الفارينكس. نفس فكره برضه الريترو مانديبولار فين يعني الفين او الوريد اللي ورا المانديبول، فده بنسميه الريترو فارينجيال ليمف نود. وعندك كمان حاجه اسمها الديب سيرفايكال ليمف نود اللي هي برضه مجموعه الايه الليمف نودز اللي موجوده ورا، بس هو بيقول لك الابر ديب سيرفايكال ليمف نود يعني مجموعه الديب سيرفايكال ليمف نودز دي كتير اهي على امتداد الانترنال جاجولار فين. المجموعه العلويه منها بنسميها الابر ديب سيرفايكال ليمف نود. ممكن تلاقي كتابك ذاكر الديب سيرفايكال ليمف نود على طول، وممكن تلاقيه كاتب الريترو فارينجيال والابر ديب سيرفايكال ليمف نود، فانت تبقى عارف الايه الفرق يعني. لي كده يبقى الريترو فارينجيال ليمف نود والابر ديب سيرفايكال ليمف نود هي المسؤوله عن تصريف السائل الليمفاوي في منطقه الايه البلد زي ما احنا شايفين كده.